أسرع 16 عامل في الكون. ربما كل واحد منا يريد أن يحصل على قوة خارقة مثل تلك الشخصيات الخيالية. من الواضح أن أبطال فيديو اليوم لديهم قوة خارقة والتي يطلق عليها السرعة الفائقة. من الصعب تتبع حركة أيديهم، لكنهم يعرفون بالضبط ما يفعلون. قد تؤدي مشاهدة هذا العرض إلى إصابة رأسك بالصداع، ولكنك إذا كنت جاهزا فلنبدأ الآن. ندعوكم أولا للاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد ننشره لحظة بلحظة. هيا لنبدأ. أولا، يسعى دائما طهاة طعام الشوارع المحترفين إلى جذب انتباه المرة، فيفعلون ذلك بالفعل بكل سهولة كإعداد الأطباق بشكل سريع وبارع للغاية. فلا أحد يستطيع يتجاوزه بالتأكيد، فهو بالطبع بائع مميز عن باقي بائع الوجبات السريعة بالشوارع. ثانيا، إذا كنت لا تفهم ما يصنعه هؤلاء الرجال، فهم يقومون بصناعة الحلوى. أعلم أنها لا تبدو عليها أنها حلوى، ولكن ماذا عن الآن؟ فتلك الحلوى الصغيرة تتطاير من أسفل السكين. يا لهذه السرعة. ثالثا، هل لاحظت تلك الحركات الهادئة والتي تقوم بها تلك السيدة لوضع الأظرف في صناديق البريد؟ فتلك السيدة بالفعل تستحق لقب ساع البريد الأفضل في هذا العام، فتتميز بخفة ورشاقة يدها والتي من الممكن أن يحسدها عليها السحرة الذين يقومون بخدع وحيل. رابعاً، هل تعلم أنه بالبنك توجد ماكينات خاصة لعد المال؟ لكن هناك بعض البنوك التي ليست في حاجة إلى تلك الماكينات، ولأن لديها موظفين يعملون يدوياً أسرع من الصراف الآلي. خامساً، عندما تحاول أن تتبع حركات يد مصفف الشعر، سيبدو لك أنه يحرك فقط المقص بالقرب من المشط. ولكن إذا نظرت عن كثب، سترى أن الشعر يتطير من الرأس في كل الاتجاهات، ومن ثم ستلاحظ أن تصفيفة الشعر الجديدة تأخذ الشكل المطلوب الذي تريده. سادساً، من الممل وضع مكونات الساندويتش بشكل عادي، ولكن أن تستخدم بعض الشعوذة مع كرات اللحم وأصابع البطاطس المقلية سيكون هذا أفضل بكثير. سابعاً، تحذير، إذا كنت تحب البطيخ بل وتحب أصابعك أيضاً فلا تفعل ذلك بالمنزل، فالأفضل لك أن تشاهد هذا العرض الرائع دون أن تقلده. ثامناً، هل رأيت من قبل ناقل للأناناس؟ أحضرنا لك واحداً اليوم، لكنه ناقل يدوي، وعلى الرغم من ذلك فهو يعمل أفضل من ماكينة آلية.
تاسعا، وفي هذا العرض سنرى طريقة إنتاج شرائح الموز المقلية بطريقة سريعة جدا. لا شيء لا أقوله لكم سوى أن تستمتعوا بمشاهدته. عاشرا، غسل جبل من الأطباق في 15 ثانية هو سهل جدا، فقد يتطلب سرعة تفوق سرعة الصوت وثلاث اسفنجات وبعض المياه، وبعد ذلك كل شيء سيكون جاهزا. نحن نتساءل لماذا لم تنكسر أي من تلك الأطباق والتي تتطير بسرعة فائقة ناحية حوض الغسيل؟ أكان هذا ساحر من مدرسة هاري بوتر؟ 11، أتتذكر ماذا كنت تفعل لتمشيط شعر قطتك أو كلبك؟ فبالطبع كانوا يحاولون دفعك وركلك بعيدا، بل وعضك أيضا، ولأن هذا بالنسبة للحيوانات أمرا بغيضا للغاية. تخيل الآن أنك تعمل على قص شعر الخراف بشكل فائق السرعة حتى لا تشعر الخراف بعدم الارتياح. تبدو المهمة تلك مستحيلة، لكن هؤلاء الأشخاص يرون عكس ذلك. Their current world champ, Roland Smith on stand number one. Dino Smith beats him up the neck. Oh, Roll, he's lost it. Just lost the signal. Dino Smith, well, he's a speed share specialist, this man. From Gisborne, turns for home. 23-24, Dino Smith. There it is, 26-42 for Dino Smith. Unfortunately for Roland, the young gun from Hawke's Bay was unable to finish inside the fastest eight. That made it 12. إذا كنت لم تعلم مكانا جيدا لطلب البيتزا لتأتي لك سريعا، فاطلب من هذا الشخص إذن، وذلك نتيجة سرعة الفائقة التي يلتقط بها صناديق البيتزا، كما أن أيضا البيتزا التي تعد في هذا المكان يتم تجهيزها بسرعة فائقة. 13، لا أحد يحب مسح الزجاج، لكن هذان الشابان يبدوان أنهما يجدان عملهما ممتع للغاية، فبجانب أنهما يعملان بسرعة فائقة فهما أيضا ينجزان عملهما بشكل متزامن. 14، فقط كل ما نستطيع فعله تجاه هذا الطاهي هو أن نحصده نتيجة سرعته الفائقة وبراعته في تقطيع البصل، فتلك المهارة مفيدة للغاية، حتى أن العين لا يكون أمامها وقت كافي لتزرف الدموع، ولكن ستملأ رائحة البصل يديك بكل تأكيد، ولكن الأهم هو أن تحمي أصابعك. 15، لا نجد أي يد سريعة فقط في طهاة المطابخ أو أصحاب أماكن بيع الوجبات السريعة، بل أيضا في الأشخاص الذين يعملون على إخراج المحار من قوقعته، فتظهر هنا بشكل واضح السرعة التي يعملون بها وهي أسرع من تناولك لها. 16، ألا تعتقد أن هؤلاء الأشخاص يبدون كما لو كانوا روبوتات آلية يقوم بالتقاط الأخشاب دون القيام بحركة إضافية غير هامة، فقط مخطط إنشائي وأداء رائع. 16، شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.